السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية الخاصة بشأن الحرب على غزة التي نناقش فيها تطورات المعارك في اليوم 92 من العدوان على غزة والجرائم والمجازر والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، في حين تؤكد المقاومة أنها تكبد الاحتلال خسائر فادحة تؤدي إلى صراع في مجلس الحرب التابع للاحتلال وتهديد حكومة نتنياهو. مشاهدينا الكرام، نبدأ بعد فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بشأن العدوان على غزة. نرحب بضيفنا عبر الهاتف، في باحث في مركز أبعاد للدراسات، إياد جبر من إسطنبول. مرحبا بكم أستاذ إياد معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ إياد، كيف تقرأ في البدء زيارة بلينكن إلى المنطقة، وهل بالفعل أمريكا يعني تريد احتواء أخطاء الاحتلال كما تزعم؟ أسعد الله أوقاتكم والسادة المشاهدين. أعتقد أن زيارة بلينكن هي الرابعة منذ بدء العدوان على قطاع غزة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وفرت الغطاء السياسي والعسكري لدولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. في تصوري أن الموقف الأمريكي بشكل عام داعم بكل ما أوتي من قوة لدولة الاحتلال، وأن بعض التصريحات الإعلامية والسياسية المختلفة لا تنعكس بأي حال من الأحوال على الواقع، بمعنى أن الحديث عن التحولات في الموقف الأمريكي تجاه دولة الاحتلال لا ينعكس على الواقع وفي علاقة الاشتباك المستمرة والهجوم الصهيوني على قطاع غزة. في تصور أن جولة بلينكن بدأت من اسطنبول بهدف بداية محاولة إيجاد أي حلول، خاصة وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية ضمان المقاومة الفلسطينية أو إيجاد حل، خاصة وأنه اعتبر نفسه ضامن لحركة حماس في أي حلول سياسية مقبلة. هذا أحد الملفات المهمة التي أتوقع أن تكون ضمن هذه الجولة، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث عن عدم توسيع هذه الحرب، خاصة وأن حديثها خلال الأسابيع السابقة أو يعني سلوكها الذي اتضح فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل نسبيا، حينما تحدثت عن سحب أحد حاملة طائراتها من المتوسط، إضافة إلى عدم المد للسلاح بشكل سلس كما كان في بداية الحرب. فهنا حاول نتنياهو أن يوسع العملية كنوع من جر الولايات المتحدة الأمريكية أو الضغط عليها من أجل إخافتها من حرب إقليمية، خاصة وأنه الفشل الذي واجه جيش الاحتلال في قطاع غزة دفعه إلى محاولة توسيع هذه المواجهة سواء في الشمال فلسطين إضافة إلى مناطق أخرى في المنطقة. هنا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوسع هذه المواجهة، وبالتالي سوف يكون لذلك تأثير سلبي كبير على مصالحها في المنطقة، خاصة وأن من أهم محددات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هي مصالحها المتعلقة خصوصا بالممرات المائية، إضافة إلى العلاقة الاستراتيجية بل والتحالف القيمي مع دولة الاحتلال. لذلك تخشى الولايات المتحدة على ذلك. الأمر الثالث والملف الثالث في تصوري وهو المتعلق بصورة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أنها تركز مؤخرا على البعد الإنساني ومحاولة تجنيب أهل قطاع غزة حجم الدمار والقتل الكبير الذي يمارسه الاحتلال بشكل يومي، وهذا ينعكس بشكل سلبي على صورة الولايات المتحدة وصورة إدارة بايدن في دعمها اللامحدود لدولة الاحتلال. هذه الملفات أيضا الثلاثة إضافة إلى
عامل الانتخابات الذي سوف دخله بايدن هذا العام هو يحتاج إلى يعني محاولة تخفيف من هذه الضغوط، إضافة إلى أيضا جولته إلى تركيا، البدء بتركيا له علاقة أيضا بموضوع انضمام السويد إلى حلف الناتو، خاصة وأنه هنالك إجراءات نهائية يجب على تركيا في إطار تحالفها داخل حلف الناتو أن تنهي هذه الإجراءات، فبالتالي هذه الزيارة لها الكثير من الأبعاد وتحمل الكثير من الملفات التي سيحاول وزير الخارجية الأمريكي مناقشتها مع تركيا، إضافة إلى أطراف أخرى مثل اليونان ودول عربية بالإضافة إلى دولة الاحتلال. وفي تصوري أن الأهم أهم ما سيظهر في هذه الجولة يتعلق بدولة الاحتلال، خاصة وأن ما سيقوله بلينكين للقيادة السياسية الصهيونية وسيوضح ما تريده الولايات المتحدة فيما يتعلق بحالة العدوان واستمرار العدوان على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا أستاذ إياد عن التطرف الصهيوني، عن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال حتى الآن، ومنها على سبيل المثال نبش القبور وتدميرها، كذلك سرقة أعضاء الجثامين. كيف أسهمت كل هذه الانتهاكات في هذه الحرب وهذا العدوان على غزة برأيكم في تراجع الدعم لهذا الكيان دبلوماسيا وأعني عالميا؟ يعني هذه مسألة نبش القبور ليست بجديدة على الاحتلال الصهيوني، فهي قديمة، بدأت منذ العام 1985، كان الاحتلال يفكر في هذه المسألة في سبعينات القرن الماضي، خصوصا أثناء الحرب 73 مع العالم العربي، مع مصر وسوريا ودول عربية أخرى، كان الاحتلال يفكر في ذلك نظرا لحجم الإصابات الكبيرة التي وقعت في صفوفه، خصوصا أن المستوطنين أو المواطنين الإسرائيليين هم من حيث الترتيب على المستوى العالمي لا يفضلون إعطاء أعضائهم البشرية أو التبرع بها أو بيعها لبنك الأعضاء أو بنك الجلد داخل دولة الاحتلال، فبالتالي هم وجدوا خلال تلك الفترة أن نبش القبور وسرقة الأعضاء البشرية بالإضافة إلى سرقة الجلود من شهداء العرب والمسلمين سيغطي هذه المعضلة، وفعلا نجحوا في ذلك. كان هناك رفض من قبل الحاخامات في بداية الأمر، مجلس الحاخامات الصهيوني، لهذه السياسة، لكنهم وافقوا على ذلك عام 85 وأنشأت دولة الاحتلال بنك الجلد، وأصبحت تعتبر نفسها من أكثر دول العالم من حيث امتلاكها لهذا الجلد، هناك حديث عن أرقام كبيرة مقارنة بأرقام الدول الأخرى، ورغم أن الحاخامات ورغم أن المستوطنين لا يعطون جلودهم ولا يعطون أعضاءهم إلا أن إسرائيل تعتبر تقريبا الدولة الأولى في هذه المسألة. أيضا هنالك الكثير من التقارير التي فضحت هذه السياسة الصهيونية خلال مطلع الألفية الجديدة، هناك تقرير مهم أيضا في عام 2014 يتحدث عن سرقة الكثير من القبور وكثير من الأعضاء، خاصة وأنه حجم الإصابات كبير في هذه المعركة. هذا الفشل الكبير الذي حققه الإسرائيلي في قطاع غزة دفعه إلى هذه السياسة، خاصة كما أشرت إلى أنه التبرع بهذه الأعضاء من قبل الصهاينة شبه هي الدولة الثالثة من حيث الترتيب عالميا من حيث رفض سكانها، كيف ينعكس ذلك على صورة دولة الاحتلال؟ في تصوري أنه زيارة بلينكين الحالية جاءت اصلا للتخفيف من هذا الانعكاسات السلبيه على سواء على اسرائيل وبالتالي على الولايات المتحده الامريكيه، لانه صوره اسرائيل على المستوى العالمي تضررت، التطبيع توقف منذ 7 أكتوبر، مشاريعها في المنطقه متوقفه. سأعود اليك ان سمحت لي استاذ اياد جبر، الباحث في مركز أبعاد الدراسات أيضا، ولكن نرحب الآن بضيفنا عبر سكايب من إسطنبول أيضا، رئيس مركز يعني يمن، الدكتور صالح الجبري. مرحبا بكم دكتور صالح معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. نعود دكتور صالح لنقرأ زيارة بلينكين إلى المنطقة، كيف تقرأها أنت؟ هل بالفعل أمريكا يعني تريد احتواء أخطاء الاحتلال حسب ما تزعم؟ شكرا جزيلا.
إلى الآن لا نستطيع أن نقول بأن أمريكا تسعى من أجل احتواء الموقف، ولكن إذا استمر الضغط المقاومة وما نراه كل يوم من تدمير لعشرات الآليات وعشرات القتلى والجرحى من الكيان الصهيوني، فلا بد أن الأم أمريكا التي ساهمت بأسلحتها وترسانتها العسكرية والدعم المالي أن تضغط على إسرائيل، ليس حبا في الفلسطينيين، ولكن أن يخرج نتنياهو بما الوجه الذي يصر على الاستمرار في هذه الحرب، لأنه يعرف إذا توقفت الحرب بأن نهايته السياسية ستكون إلى مزبلة التاريخ، بعد أن يعني أهان الجيش الصهيوني في غزة، لم يستطع أن يحقق الأهداف، وبالتالي هذه الزيارة أعتقد بأنها من أجل الضغط فقط على يعني إيران، من أجل التخفيف لأياديها الموجودة في أكثر من دولة عربية من الضغط على إسرائيل. أيضا دكتور صالح، كيف تقرأ هذه التأكيدات العالمية بأنه التصريحات الصهيونية لتهجير سكان غزة هي عملية تطهير عرقي، وما أهمية هذه المرحلة برأيكم التي تمر بها القضية الفلسطينية الآن؟ نحن أمام إجرام صهيوني وحشي وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، وما نسمعه من تصريحات من بن غفير ومن الوزير المالية وغيرهم من أجل إطراء يعني طرد الفلسطينيين، لكن الشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما شعب راسخ برسوخ شجرة غصن الزيتون التي هي يعني متجذرة في تاريخ الأرض الفلسطينية. هم رفعوا شعار القضاء على قيادة حماس وعلى حماس بأكملها، لم يتحقق هذا الهدف ولن يتحقق، لأن حماس هي يعني جزء أساسي في يعني داخل فلسطين، يعني جزء فكري وسياسي وعسكري، صعب أنك تقتلع، ليسوا أفراد معروفين بأسمائهم، إنما أنت تقاتل تحارب شعب. الهدف الثاني هو يعني إخراج وإعادة المخطوفين ولم يتحقق، فبدأوا الآن وكأنهم منتصرين يلوحون بتهجير الفلسطينيين، حاولوا أن يهجروهم من الشمال إلى الجنوب ولكن وجدوا القتل والدمار، وما يقومون به الآن من جرائم في تدمير البنية التحتية من مدارس ومساجد ومؤسسات ووزارات واتصالات والصحة والتعليم، يعني لم يبقى شيء سليم إبادة جماعية. من نعم الخدمات التي كانت ما قبل 7 اكتوبر منذ ان دخل هذا الكيان المحتل، لم يبقى شيء، من اجل ان يجعل الشعب الغزاوي انه يحاول يخرج باي طريقه الى هذا خارج هو غزه. الهدف. نعم دكتور هم صالح، كانوا يأمرون ذلك، ولكن لم يتحقق لهم ذلك ولن يتحقق ذلك. إذا سأعود إليك ومشاهدينا الكرام أيضا، فلنتوقف هذه الوقفة ثم نعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في سلسلة متابعتنا الأخبارية الخاصة بشأن الحرب على غزة، ونحن في اليوم 92 من العدوان على غزة. أستاذ آية جبر، الباحث في مركز أبعاد للدراسات، الجميع طبعا متفق على أن 7 من شهر تشرين الأول يوم انطلاق الطوفان الأقصى كان استثنائيا بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، ولكن ما المحددات برأيكم الجديدة التي على المقاومة أن تضعها للاحتلال بعد الحرب على غزة ونحن في تطوراتها في اليوم 92؟ نعم أخي، بالتأكيد في الجولات السابقة كانت المقاومة يعني لديها مطالب ولديها محددات تسعى إلى الوصول إليها وتحقيقها بعد كل جولة. هذه المحددات كانت على قدر أو حجم التضحيات، لكن أتصور أن حجم التضحيات الكبير الذي قدم في هذه الجولة وفي هذه المعركة القائمة حالياً
هذا الحجم الكبير من التضحيات يتطلب الانتقال او الى الانتقال بطبيعه العلاقه مع الاحتلال من مرحله الى مرحله كبيره جدا تتوافق وتلبي وتعبر عن مطالب وامال الشعب الفلسطيني، خاصه واننا نتحدث عن حاله اباده جماعيه يتعرض لها القطاع الى تقريبا دمار 70% من المساكن والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا يعتبر جرائم حرب يرتكبها الاحتلال بشكل يومي. لذلك مسألة التفاوض ومسألة على المستوى السياسي لابد أن تكون أكبر من قطاع غزة تتعلق بقلب القضية الفلسطينية بشكل عام، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية مع الأسف الشديد لم تصل حتى هذه اللحظة إلى توافق وطني يعبر عن الشعب الفلسطيني بشكل كامل. هناك محاولات قبل أيام كانت في بيروت بيان خماسي لخمسة فصائل، هناك مبادرة طرحت أيضا من رام الله للوحدة الوطنية وتعزيز الوحدة أو إعادة استعادة الوحدة الوطنية وإنشاء حكومة وحدة وطنية. أيضا هذه المسائل كلها تؤكد أن الفصائل الفلسطينية مدركة لخطورة الموقف، ولكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة التوصل إلى شيء سياسي يعبر عنها أو إلى جسم سياسي فلسطيني، خاصة وأن الضغوط الإقليمية لا تقل من حيث حالة الحرج التي تعرض لها الفصائل، خاصة أنا في تصور أن حركة حماس والمقاومة بشكل خاص معنية بإظهار الموقف الفلسطيني الجماعي أكثر من إظهار الموقف الفردي، خاصة لأننا نعلم جميعا إن الإدارة المصرية لديها الكثير من الأوراق التي يمكنها أن تضغط بها على قطاع غزة، وقد مارست ذلك في مرات عديدة، وكانت دائما مبادراتها تنهي أي جولة من الجولات السابقة. لكن كما قلت لك، حجم التضحيات الكبير يحتاج إلى تفاوض بشكل على ملفات مختلفة وليس على ملف قطاع غزة. نحن تحدثت حركة حماس مؤخرا، السيد موسى أبو مرزوق في منتصف الشهر الماضي تحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود 14 حزيران 67، لكنه أكد على عدم اعتراف حركته بدولة الاحتلال، لكن هذه الدولة تكون عبارة عن شيء مبدئي يمكن الحديث فيه في هذه اللحظة. أيضا هذا المطلب تقريبا يمثل شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وإن كان لا يعبر عن كافة الشعب الفلسطيني، لكن نظرا لطبيعة المرحلة وإمكانية استغلال هذا الموقف أو استثمار وتوظيف 7 أكتوبر، فإننا يمكن أن الوصول إلى هذه المسألة، خاصة أن الاحتلال حتى هذه اللحظة بدأ الخلافات الداخلية تظهر على مستوى حكومة نتنياهو وعلاقته بمجلس الحرب، وهذا الدليل على فشله في قطاع غزة. هذا الفشل يجعلنا كشعب فلسطيني نطمح إلى أبعد من ذلك بكثير، خاصة وأننا نتحدث عن صمود شعب لمدة 3 أشهر، صمود مقاومة وقدرتها على مواجهة العدو بشكل كبير. تسمعوني أستاذات؟ نعم. سأعود إليك عذرا. نرحب بضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي صلاح الدين العواودة. مرحبا بكم أستاذ صلاح الدين. أهلا بكم. إلى أي مدى برأيكم دفعت هذه الحرب على غزة الداخل الصهيوني إلى الهاوية؟ وهذا التطرف الصهيوني كيف أسهم بالوصول إلى هذه النقطة؟ أستاذ صلاح الدين، تسمعني أستاذ صلاح الدين؟ أنا مش سامع. لا طيب، نعود إليك مرة أخرى. هنا دكتور صالح، ننتقل إلى عملية اغتيال العاروري وعدم رد حزب الله على ذلك، على هذه العملية. إلى أي مدى برأيكم يثبت ذلك بالدليل القاطع أن تصريحات إيران عما تسميها وحدة الساحات لم تكن إلا بابا لاحتلال العواصم العربية لا أكثر؟ شكرا جزيلا. أولا نحن ندين ما قام به الكيان الصهيوني إلى الآن، الذي لم يعني يعترف رسميا، ولكن الأدلة والشواهد كلها وتصريحات بعض وزرائه والسفير السفير في الأمم المتحدة
بذلك، وايضا تصريح بعض السياسيين في الولايات المتحده الامريكيه المقربين من البيت الابيض، وهو كانه يريد ينتظر ان يعلنها بنفسه نتنياهو بانه هو صاحب هذا الانجاز. مع الاسف ان يحدث اغتيال هذا القائد البطل القائد الحمساوي القسامي في بيروت وفي الضاحيه الجنوبيه المحسوبه على حزب الله، يعني عسكريا وامنيا، يعني وفي مكان حساس ولقائد يعني قائد معروف بمكانته في تاسيس القسام ورجل صاحب خبره طويله، هناك يعني اصابع الاتهام قد يعني توجه الى طرف حزب الله والى ايران. يعني ما الذي جعل الكيان الصهيوني بكل سهوله ان يعني يضرب هذا المكان في هذه الشقه في هذا المكان المحسوب على حزب الله؟ هناك من يوجه اصابع الاتهام بان يعني ايران تريد ان يعني ان تثبت ولائها لامريكا وانها ليس لها يد، وان ما قامت به حماس في غزه وقامت يعني بقرار يعني بعيد عنها، وكانها تريد ان تضرب او ترسل اكثر من رساله سواء لقياده حماس او لامريكا بانها يعني خادمه مطيعه يعني فيما يعني تطلب منها. وهذا جانب خطير ومسؤوليه. هناك من اتهم حزب الله علانيه من سياسيين وباحثين بانه يعني هو من يتحمل مسؤولية ما جرى من اغتيال القيادي الكبير في الشيخ صالح العروري. وإيران التي احتلت هذه العواصم الأربع، يعني التي تدعي بأنها تقود محور الممانعة وأنها تقوم ب يعني مجابهة العدو الصهيوني، مع الأسف الشديد لا نسمع إلا يعني تهديدات ووعيد، وكما سمعنا في البداية بأنه سيتم حرق تل أبيب إذا تدخلوا بريا في غزة، سيتم الحرب الإقليمية إذا يعني تدخل الطيران على الغزاويين. الآن معنا أكثر من 22 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح، ولا ندري متى يعني سيتدخل حزب الله. إلى الآن 3 أشهر وهو في حرب مع العمود، يعني 3 أشهر إلى الآن وهو مع العمود، ويقول بأنه سقط منه كثير من القتلى او كما يسميهم يعني اكثر من 150 قتيل، ولم نرى يعني هؤلاء. فهناك مع الاسف الشديد يعني من يتهم ايران وحزب الله ويعني ايادي ايران في المنطقه، سواء ميليشيات الحوثي في اليمن او الشيعه في الحشد الشيعي في العراق او بعض الجماعات المتطرفه ايضا في سوريا. فهناك تخابر يبدو لي بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ولكن في الإعلام بأنها ضد العدو الصهيوني، لكن في الواقع للأسف الشديد الأدلة والوقائع تثبت عكس ذلك، بدليل الآن يعني 3 أشهر أكثر من 90 يوم لم نرى من إيران أي صاروخ يطلق على تل أبيب، لم نرى من إيران أي سفينة حربية تواجه السفن والبوارج الامريكيه والاسرائيليه على في البحر. لم نسمع الا فقط يعني كلاما وتصريحات قويه، من يسمع هذه التصريحات، لكن نحن كباحثين ومتابعين للشان الايراني نعرف انه عندما يعني تصرح ايران وتهدد بالوعيد فاعلم انها لن تعمل شيء. اذا استاذ صلاح الدين العواودي الكاتب والباحث السياسي، نرحب بك مجددا. تسمعون الآن جيدا أستاذ صلاح الدين؟ طيب جدا. نعم. إلى أي مدى دفعت الحرب على غزة، نتحدث عن الداخل الصهيوني، إلى أي مدى دفعته إلى الهاوية، وكيف أسهم أيضا هذا التطرف الصهيوني المتواصل في غزة بالوصول إلى هذه النقطة برأيك؟ لو سمحت تعيد السؤال فقط لما أفهم. نعم. طيب، إلى أي مدى دكتور صالح برأيكم صلاح الدين العوادة أستاذ صلاح الدين دفعت هذه الحرب الصهيونية في غزة الداخل الصهيوني إلى الهاوية برأيكم؟
الحقيقة يعني من المبكر الحديث على أنها دفعت العدو الصهيوني إلى الهاوية على الصعيد الداخلي، ربما هي ألقت حجر، ربما أضافت يعني للأزمة الداخلية شيئا، لكن من المبكر القول أنها ألقت بهم إلى الهاوية. أعتقد أن هذه الحرب ربما بعد سنوات تفعل هذا الشيء، لكن في هذه المرحلة الأمور ليست بهذا الشكل. يعني صحيح هناك تأثيرات، صحيح الأزمة تتعقد بالداخل، لكن أعتقد أن المسافة طويلة ما زالت، لا يمكن يعني المراهنة على الجبهة الداخلية للكيان لإنقاذ قطاع غزة مثلا. الحالة الكارثية في المنطقة، الحالة الكارثية في قطاع غزة على أيدي الاحتلال الصهيوني تحتاج إلى إسناد وتحتاج إلى تدخل دولي وعربي وإسلامي، تحتاج إلى دعم بكل الوسائل لإرباك هذا الاحتلال، للتأثير عليه، لردعه عن الاستمرار في جرائمه ولا تتوسع، سواء على صعيد قطاع غزة وعلى صعيد فلسطين الضفة الغربية والقدس والداخل، أو على صعيد الفلسطينيين خارج فلسطين وعلى صعيد الإقليم. نحن نرى تصاعد هذا الإجرام، نرى يعني تداعي القوى الغربية الإجرامية لنصرة هذا الكيان، تهاجم في اليمن وتهاجم في العراق وتهاجم في لبنان، والعالم الإسلامي متفرج عمليا. يعني الدولة الوحيدة التي ذهبت إلى محكمة العدل الدولية هي جنوب أفريقيا، وهي للأسف ليست دولة عربية ولا دولة إسلامية. يعني الرهان من قبل العرب والمسلمين على أن أزمة نتنياهو وغانت ستؤدي بهذا الكيان، ستودي بهذا الكيان، أو أن الحرب مع غزة فقط ستعجل من نهاية الكيان أو من تأجيج الأزمة الداخلية، أعتقد أنه بيع وهم للسامعين عفوا. وهذا إعطاء يعني وقت أكثر، إعطاء نفس للكيان للاستمرار في جرائمه. يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته ولا يركن إلى النبوءات أو إلى التحليلات القائلة بأن الكيان سينهار من داخله. الكيان لديه منظومة سياسية ولديه منظومة قضائية، لديه نظام ديمقراطي داخلي يساعده على تجاوز كل الأزمات، وهو ناجح حتى هذه اللحظة في تجاوز الأزمات. يعني ما نرى من هجوم داخل الكابينيت أمس على الجيش، على قيادة الجيش، والتبادل السباب والاتهام، هو يعبر عن قوة المنظومة السياسية، وإن كان يعبر عن فساد السياسيين وعن انعدام المسؤولية لديهم، لكن لديهم نظام سياسي والجيش يخضع لهذا النظام السياسي ويتحمل الإهانات، ولكنه يبقى في إطار مهنيته العسكرية ولا ينجر إلى الرد على السياسيين أو إلى مهاجمتهم أو إلى انقلاب عسكري كما يحدث في البلاد العربية. لذلك صحيح عدو مجرم، صحيح يرتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، صحيح هم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل هذه العيوب وهذه القضايا موجودة، ولكن هذا العدو أيضا لديه من القوة ولديه من الدعم الغربي، لديه من النظام السياسي ما يمكنه من الاستمرار في قتلنا بدون حسيب أو رقيب. يعني هو يعمل الآن على كل الجبهات، يحارب اقتصاديا، يحارب الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، يفرض مقاطعات على دول مثل تركيا، يتوعد الجزائر بالعقوبة لأنها تتحدث ضده في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو الآن يجند المحامين يعني طواقم القضاء والمحامين والدفاع عنه في صلاح الدين المنتديات الدولية. فهو يعمل بشكل جيد لحماية نفسه ويتحالف مع الأنظمة العربية للأسف، يعني تدعمه في هذا المجال، خصوصا الدول العربية المحيطة بفلسطين. نعم أستاذ صلاح الدين، هذا يدل على الانحطاط والهوان لعموم العرب والمسلمين في هذا الوقت. لكن أيضا في المقابل
كيف تقيم حتى الآن الأداء السياسي للمقاومة وكذلك العسكري على الأرض؟ الحقيقة المقاومة أبلت بلاء حسنا، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن المقاومة ضعفت أو تراجعت أو المقاومة تقوم ببطولات قريبة من المعجزات. يعني ما يفعله المقاومون وما تفعله قيادة المقاومة من صمود أسطوري ومن شجاعة في هذه المواجهة هو أمر غير مسبوق، يعني لا في التاريخ الحاضر ولا في التاريخ الماضي. وهم يشكلون عقدة حقيقية أمام قوات الاحتلال، أمام كل إمكانيات الاحتلال التي يملكها والإمكانيات التي يوفرها له حلفاؤه من الغرب الذين يسيطرون على العالم والذين يخيفون دول عظمى في العالم. كل هذا لم يكسر المقاومة، يعني ما احتملته المقاومة كمقاومة في قطاع غزة من ضغط يفوق كثيرا ما تحتمله دول عظمى في العالم وهي مستمرة وماضية. والقيادة السياسية للمقاومة أيضا تتحمل ضغوط وتواجه الضغوط وتدعم وتصر على حقوق الشعب وعلى ضرورة نيل حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يعني يزيد بطولة ويزيد أسطورية في مواجهة هذا العدو المجرم، وفي ظل تخاذل وتواطؤ وتخلي وتقصير مجمل مركبات الأمة العربية والإسلامية للأسف. سأعود إليك أيضا. إذن أستاذ إياد، كيف ينظر برأيك الفلسطينيون اليوم للرغبة الأمريكية لتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم بقيادة فلسطينية؟ ما الشروط يعني التي يجب على الفلسطينيين فرضها ضمن هذا الواقع؟ نعم أخي، الرغبة الأمريكية كانت حتى قبل أسبوعين من الآن، هنالك حديث مستمر ومتكرر من إدارة بايدن عن ضرورة توحيد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن هذا الصوت بدأ يتراجع مؤخرا، وهذا في اعتقادي هو يقلل من حجم الخلاف أو مستوى الخلاف الذي كان القائم ما زال بين نتنياهو وبايدن، خاصة وأن الحكم الاحتلال الصهيوني نتنياهو تحدث بشكل صريح عن أنه لا يريد قطاع غزة، لا حماسستان ولا فتحستان. أيضا تحدث نتنياهو سابقا عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته دولة الاحتلال بتوقيع اتفاق أوسلو 93، بمعنى أن الاحتلال الصهيوني وهذا اليمين الصهيوني المتطرف الذي يعبر بشكل كبير عن المجتمع الصهيوني في هذه اللحظة التاريخية المهمة، لا يعبر فقط عن رأي أو موقف حكومة نتنياهو، وإنما يعبر بشكل كامل. نحن نتحدث عن مجتمع صهيوني يميل كافة هذا المجتمع إلى اليمين الديني أو القومي المتطرف. هذه الرؤية ربما دخلت في حالة من الجدال مع الموقف الأمريكي خلال الأسابيع الماضية، لكن في تصوري أنه هناك تراجع في الموقف الأمريكي في هذه المسألة، وهذا ما خلق حالة من الضبابية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة بين الطرفين أو في أو ماذا، أي خاصة أنه موضوع الخطوة الثالثة من الحرب، موضوع تخفيف الحرب، موضوع البحث عن أطراف محلية في قطاع غزة يديرون الحكم. قبل ذلك كان الحديث عن إدارة مدنية، قبل ذلك كان حديث عن تطويق قطاع غزة بمنطقة عازلة. هنالك حالة من التخبط في الموقفين الأمريكي والصهيوني فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، لكن في تصوري أن هذا كل ما يقال لا يهم الشعب الفلسطيني، ولسنا مضطرين للتعامل معه، لأن صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني هو من يفرض الواقع على ومن يفرض ما يريده رغبة الشعب الفلسطيني في الواقع، خاصة وأن حالة الرفض لهذا الموقف الأمريكي ومن قبله الصهيوني ليست مرتبطة بحركة حماس أو بحركة فتح أو بأي فصيل فلسطيني، وإنما الشعب الفلسطيني استطاع أن يعني يقف أمام متصديا لكل هذه المحاولات التي حاولت في قطاع غزة تهجيره. في نفس الوقت
صحيح أننا الفصائل الفلسطينية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى تشكيل جسم فلسطيني سياسي يعبر عنها بشكل واضح أمام الإقليم والعالم، لكن هنالك محاولات مستمرة. أيضا حتى حينما قدم محمود عباس مؤخرا مبادرة إنشاء حكومة وحدة وطنية فلسطينية، هو فعليا تخلى عن الضغوط التي كانت تمارس عليه بشكل أو بآخر، خاصة وأنه في بداية هذا العدوان كان موقف السلطة الفلسطينية مختلف، لكنها حينما استشعرت الخطر خصوصا من الجانب الصهيوني أو من الأمريكي بدأت تدير وجهها نحو المقاومة ونحو الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر، حتى وإن كانت ضعيفة في هذه المسألة، ولكن هذا يعتبر في تصوري تراجع منها واستشعار بحجم الخطر، خاصة وأن هنالك حديث عن توطين بعض يعني هنالك مخططات مختلفة ربما لم تظهر إعلاميا، ولكن يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها بدعم ضغط دولي، ولكن في تصوري أن كل هذه المحاولات مرفوضة فلسطينيا، وأن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني هو من سيخلق أو من سيفرض المعادلة في المرحلة المقبلة إن شاء الله. من هنا دكتور صالح الجبري لأسألك عن رفض حماس والجهاد أيضا العرض المصري بأن تتخلى المقاومة عن السلطة من أجل إقرار إيقاف دائم لإطلاق النار، كيف تقرأ هذا الموقفين العرض المصري وكذلك رفض المقاومة؟ حماس والمقاومة والفعل الثوري والبطولات الأسطورية التي فرضتها المقاومة وتحديدا القسام والجهاد فرضت على العدو الصهيوني وأيضا على الدول العربية ورؤساء بعض الدول العربية وخاصة المجاورة لفلسطين أنه لا يمكن يعني مرور أي شرط من العدو أو من الصديق أو من القريب إلا بموافقة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي مهما حاول العدو الصهيوني من فرض شروط أو الحديث عن مستقبل غزة أو الضغط على الوسطاء من أجل الضغط على حماس، كما نعرف أن الحوارات لا تكون مباشرة، هي تكون عبر الوسطاء لأن حماس قررت ألا تلتقي وجه الوجه، معروف هذا من أبجدياتها مع أمام العدو الصهيوني، وبالتالي حماس عبر يعني قيادة السياسية وتصريحاتهم بأنهم متمسكون بوقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم الحديث عن قضية المختطفين وعن قضية غزة وما بعد الحرب على غزة، وصدقني لن يمر إلا ما ستفرضه المقاومة القسامية في غزة، الفعل الثوري والفعل المقاوم الذي حتى هذه اللحظة أمام خمس دول تؤيد يعني خمس دول بثقلها العسكري والمخابرات في اجتماع واحد أو في منطقة واحدة في إسرائيل يخططون من أجل القسام، ومع هذا فشلوا حتى هذه اللحظة. يعني الفعل الثوري والمقاومة المقاومة الفلسطينية أعاد لنا كعرب ومسلمين كرامتنا، أعاد لنا الحرية، أعاد لنا القيمة الحقيقية للقتال مع اليهود الذين يعني ما دخلوا حرب إلا كانت حرب سريعة ويعني تقضي على الطرف على الخصم الآخر، لكن المقاومة الفلسطينية القسامية تحديدا يعني حتى اليوم 90 وكل يوم عشرات القتلى من العدو الصهيوني الذي لا يعترف إلا بواحد أو اثنين، وعشرات بل مئات الجرحى ولا يعترف إلا بثلاثين أو أربعين. صدقني عندما تتوقف الحرب ستندلع حرب يعني حرب أهلية داخل العدو الصهيوني. بن غفير وزع أسلحة على المتطرفين اليهود، وإذا ما توقفت الحرب سنطبق عليهم الصورة التي ذكرها القرآن، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 7 أكتوبر ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبل 7 أكتوبر، سواء فيما يتعلق بالجانب التفاوضي، فيما يتعلق بالشروط، فيما يتعلق بالجلوس مع وإقناع الحماس بأي شرط، تغير تماماً، بل تغيرت سمعة العرب، هو العرب الذين خذلوا حكام العرب الذين خذلوا
فلسطين، خذلوا القسام، خذلوا حماس، خذلوا أبناء فلسطين، ولكن الشعوب العربية لن تموت وشعب فلسطين لن يموت ولن يمر إلا ما ستفرضه المقاومة الفلسطينية التي أذاقت الجيش الصهيوني الأمرين. نتنياهو الآن في وحل غزة، لا يستطيع، لا يتقدم ولا يتراجع، لأنه يعلم أنه إذا استمر في الحرب فإن هذا يعني البداية الحقيقية لزوال إسرائيل. 7 أكتوبر هو البداية الحقيقية لزوال إسرائيل، وإذا تراجع فإنها نكسة، ويصبح هذا الجيش الذي كان يعني يسوق إلينا للأسف عبر حتى الإعلام العربي، الجيش الذي لا يقهر أصبح ذليل ومهان، وما رأيناه في 7 أكتوبر من تلك الصور التي يعني فيها إذلال وإهانة للجيش الصهيوني، والتي أعادت لنا كرامتنا كشعوب عربية وإسلامية يعني عبر هؤلاء الأبطال الذين نقبل رؤوسهم ونقبل تحت أقدامهم. أعادوا للزعماء العرب كرامتهم إن كانوا يعرفون الكرامة، أعادوا للزعماء العرب حريتهم إن كانوا يعرفون الحرية، أعادوا للزعماء العرب يعني مقامهم وكيانهم إن كان لهم كيان بشري إنساني يستحوا يعني مما يحدث لأبناء فلسطين. لولا ما تقوم به إسرائيل والعدو الصهيوني على المدنيين من قتل من أجل الضغط على المقاومة بالاستسلام، لولا هذا ولو كان مع المقاومة أيضا يعني طيران، صدقني خلال ساعات أن قد وصلت المقاومة الإسلامية إلى تل أبيب، إلى فلسطين المحتلة. لكن للأسف وقد طلب منهم أبو عبيدة، طلب من زعماء العرب، لا نطلب منكم جيوشا، نطلب فقط أن تدخلوا ماء. هذا عجز حكام العرب والمسلمين عن إدخال الماء إلى الشعب الفلسطيني، وأصبح الشعب الفلسطيني عبر المنظمات وعبر الشخص يعني يدعو الأمم المتحدة ويدعو المنظمات في إدخال الماء وتتحكم في إدخال الماء أو المواد الغذائية. للأسف الشديد العدو الصهيوني الذي يريد أن يضغط على الشعب الغزاوي وعلى الفلسطينيين أن يكرهوا حماس ويكرهوا القسام، وأنتم تعلمون أن استطلاعات حجز الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل أراضي فلسطين أنها رفعت نسبة تأييد وحب الشعب الفلسطيني لحماس والمقاومة الفلسطينية، فلن يمر أي شرط إلا بموافقة المقاومة الفلسطينية وقيادة حماس، سواء طلب ذلك الأطراف التي تتحاور مع العدو الصهيوني أو ضغط العدو الصهيوني، لأنه يعلم أن حماس لن تتكلم عن أي شرط إلا بعد الوقف الدائم للحرب. والدقمة يقول بعد ذلك في حوار الصفقة التبادل الكل مقابل الكل وتعمير غزة ومحاكمة القتلة ويعني إعادة الخدمات الأساسية إلى غزة، وإلا لا يمكن أن يذهب هؤلاء أكثر من 22,000 شهيد و 7,000 ما زالوا مفقودين وأكثر من 60,000 جريح، لا يمكن، لا منطقا ولا عدلا، وهذه الجهود والتضحيات أن تذهب سدى، فهناك قيادة حكيمة في الجانب السياسي لحماس والجهاد، وهناك أيضا قيادة قوية متمكنة لا زالت تملك زمام المبادرة والتحكم بالمعركة، وهي يعني كتائب عز الدين القسام وحركة الجهاد. أيضا في آخر سؤال دكتور صلاح الدين العواودة، تسمعوني؟ نعم أسمعك. ما المطلوب؟ وقد ذكر قبل قليل دكتور صالح جبري الموقف الأممي، ما المطلوب برأيكم اليوم من الأمم المتحدة بمنظماتها كافة في ظل هذا العجز التام بإغاثة أهل غزة وهذه الجرائم الإنسانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني؟ المطلوب من الأمم المتحدة كالمطلوب من الدول العربية والدول الإسلامية. صحيح. في النهاية، النهاية ما يجري في غزة هو جريمة ضد حقوق الإنسان، جريمة إبادة جماعية، جريمة حرب، أقل ما يقال فيها أنها إفراط في استخدام القوة ضد شعب تحت الاحتلال، وليس في غزة فقط، الجرائم ترتكب في الضفة الغربية وفي القدس وفي داخل المعتقلات، في داخل السجون يقتل الأسرى بدون محاكمة. يعني هناك قائمة طويلة من جرائم الاحتلال التي
يجب أن يحاكم عليها أمام القانون الدولي، وهو مخالف في ذلك لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات والمواثيق. وبالتالي مطلوب كثير من مؤسسات الأمم المتحدة أن تحقق وأن تكشف هذه الجرائم وأن تحاكم هذا الاحتلال في النهاية وتقدم له لوائح اتهام. لا يمكن يعني أمام الضمير الإنساني، أمام القانون الإنساني الدولي، أن تمر هذه الجرائم. ما يجري هو تقصير وسكوت غير مبرر ومشبوه من كل المؤسسات الدولية. صحيح أن هناك الفتوى أو الذي يحكم العالم وهو الولايات المتحدة، وهو الذي يفرض شريعة الغاب ويحاكم من يخالفه ولا يحاكم من يؤيده، ولكن هذا الواقع يحتاج إلى انقلاب عليه. ما حصل في 7 أكتوبر وما تصدره المقاومة الفلسطينية يجب أن يكون افتتاحية لتغيير نظام الدولي القائم على الظلم والقائم على استبداد الولايات المتحدة وحلفائها. أنت الوقت إذن. شكرا جزيلا لك صلاح الدين العواودة، الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول. كذلك أشكر ضيفي عبر سكايب من اسطنبول، رئيس مركز يعني يمن، دكتور صالح الجبري. شكرا جزيلا لك دكتور صالح معنا. وشكر موصول أيضا لضيفنا من اسطنبول، باحث في مركز أبعاد للدراسات، إياد جبر. وكذلك شكرا لكم إذن مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في هذه السلسلة المتواصلة ضمن متابعتنا الإخبارية عن الحرب على غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.